أرحب فيكم من هنا من جدة سوبر دوم من مهرجان الصيف للألعاب، هذه الفعالية العالمية المميزة اللي تستضيفها موسم جدة وتنظمها هنا في جدة. تستضيف أكثر من 40 علامة تجارية معروفة ومشهورة للأطفال ويحبوها كثير في هذا المهرجان. اليوم هو انطلاقه، راح نتعرف أكثر في هذا اللقاء مع ضيف الأستاذ أحمد السلطان. الله يحييك أستاذ أحمد، وأنت من المنظمين لهذا المهرجان. يا ليت لو نعرف إيش يحتوي هذا المهرجان من أشياء مميزة. أوكي، إحنا عندنا قسمين هنا، عندنا ساينس فاستيفل وعندنا سمر توي فاستيفل. الساينس فاستيفل هو مركز على تطوير الطفل من الناحية العلمية بأفكار جديدة، بأشياء تفتح الأفاق للطفل. وعندنا اللي هو سمر توي فاستيفل تحت براندز كثير مثل مارفل، مثل باربي، مثل فورتنايت، كلهم تحته، فيوعي الطفل. وبكل بوث عندنا 25 بوث، وبكل بوث راح يستفيد الطفل بطريقة ثانية في مسابقات، في كل شيء يبغاه. كيف ممكن تكون التوعية من خلال الألعاب هنا في المهرجان؟ التوعية راح تكون عن طريق مسابقات تخلي الطفل يفكر، تخلي الطفل يعرف ايش يسوي، ايش وين يروح، تخليه يستفيد يتعلم. طيب استاذ احمد، المسابقات لها جوائز ولا بس مسابقات؟ اكيد لها جوائز اكيد. وش كمان كم عدد البوثات المشاركه؟ عندنا 25 بوث، وكل بوث لها جهه خاصه ولها مكان خاص ولها العاب خاصه ومسابقات خاصه. أوقات تواجدكم من الساعة كم للساعة كم؟ وهل طوال موسم جدة راح تكونوا موجودين؟ وطريقة الحجز؟ بإذن الله إن شاء الله الحجز عن طريق الموقع، وراح نكون موجودين إن شاء الله أغلب موسم جدة. طب سؤال أخير، الكبار ما لهم مشاركة هنا؟ ما لهم حاجة ترفيهية ممكن يلعبوا فيها حتى لو تكون ألعاب كبار؟ الكبار يكفي يشوفون أطفالهم مستنسين مستمتعين مغيرين جو، أتوقع هذا كافي للكل. نضمن لهم إن شاء الله؟ بإذن الله أكيد أضمن لهم، ضامن لهم. يعطيك العافية أخوي أحمد. اليوم طبعا هو الافتتاح، إيش الفعاليات اللي راح تكون اليوم المميزة؟ عندنا على المسرح، عندنا فعاليات على المسرح، عندنا بريدز يمشون اللي هو الناس اللي تمشي، وعندنا أكثر من فعالية. أتمنى الكل يحضر يجرب ويخلي أطفاله يستنسون يغيرون جو. يعطيك العافية أستاذ أحمد، إحنا فخورين صراحة إنه أنت من ضمن الشباب المنظمين لهذه الفعالية. كل التوفيق. العفو. إذن مشاركينا كما تابعتم، إحنا هنا من انطلاق مهرجان الصيف للألعاب في جدة سوبر دوم ضمن فعاليات موسم جدة. تستمر الفعالية حتى نهاية الموسم.